بونسوار. بونسوار. عايزة ترابيزة كم فرد مدام؟ واحد. تفضل. ميرسي. شكرا قوي. ريا. بونجور. حضرتك طلبتي ولا لسه؟ تحبي شاي؟ حضرتك كويسة؟ هو في حاجة؟ انتي حلوة قوي. حضرتك قلتي ايه؟ لا ولا حاجة، اصل انا لسه سامعة خبر وحش حالا. انا متأسفة قوي. طب ممكن تهدي شوية؟ انا هبعتلك ليمون. ليمون؟ تحبي ابعتلك اي حاجة تانية؟ هو انتي طيبة كده بجد ولا بتمثلي؟ بحاول. طب معلش انا مضطرة امشي. لا ما ينفعش، هتمشي وانتي في الحال ده اقعدي بس شوية وروقي كده واشربي حاجة، وصدقيني مفيش حاجة بتستمر على حالها، كله بيعدي مهما كان. دقيقة والليمون هيكون عندك. انا عازماكي. هو انتي بتعملي كده ليه؟ انا كمان عدت عليا ايام وحشة كتير، وكنت اتمنى اي حد فضفض معاه بكلمتين يعز عليا اشوفك في الحال ده واسيبك تمشي. معلش معلش انا لازم امشي. طب اسمعي، الدنيا دلوقتي رايقه، ايه رايك اروح اجيب لك الليمون، ولو حابه تتكلمي انا ممكن اقعد معاكي شويه، نرغي حبه كده لحد ما تفكي وتبقي احسن، ايه رايك؟ شكلنا هنبقى اصحاب. الا بالحق نسيت اسالك، انت اسمك ايه؟ انا اسمي انا تحيه. ماشي تحيه، هجيب لك الليمون وارجع على طول. روقي. ها دقيقة واحدة هبلغهم بالطلب وارجع لك تاني. ازيك يا تحية؟ ولا تحبي اقول لك يا توتو؟ زي ما تحبي. عاملة ايه؟ رجلك خدت على المكان، بقيتي زبونة. اصل المكان هنا حلو قوي، وانا الصراحة ما عنديش حاجة اعملها بعد وفاة جوزي شاهين. يا خبر، انا ما كنتش عارفه ان جوزك توفى. هو توفى بقاله سنين، بس انا لسه لابسه الدبله عشان يعني ما همش عليا. الباقيه في حياتك يا توتو. حياتك الباقيه. هو توفى ازاي؟ شرق في بذره ليمونه. الباقيه في حياتك. بس انت ما قلتليش، انت متجوزه ولا مخطوبه؟ ولا دي. هو في حد، بس احنا لسه مش عارفين هنعمل ايه. كل اللي اعرفه ان هو بيحبني قوي. هو متجوز يعني مش كده؟ انت عرفتي ازاي؟ ما انت بتقولي مش عارفين هنعمل ايه، يبقى اكيد متجوز. طب وطي صوتك بس لحسن حد يسمعني. طيب هو ما قالكيش بيخون مراته معاكي ليه؟ ايه؟ اقصد يعني ما قالكيش ازاي بيحبك وهو متجوز؟ عادي يعني يا توتو، عشان الجواز ممل. بصي، هو بيقولي ان هو بيحبني، وانا ساعات بصدقه وساعات ما بصدقوش. ساعات بقول ان احنا كلها كام يوم ونسيب بعض ونزهق. بجد؟ ايوه. ما هو اكيد جالي عشان مراته زي كل الستات المتجوزين، ريحتهم بصل وتوم، وهو راجل يعني اشتاق للحب من اول وجديد. يعني هو اللي قالك الكلام ده؟ من غير ما يقول يا توتو. اكيد مراته زي اي ست قاعده في البيت، طخينه ووحشه وممله، نسيت ازاي تخليه مشتاق لها. ثانية واحدة يا توتو، هشوفهم عايزين ايه وهرجع لك على طول. يلا بسرعة.
تسلم ايدك. ودي بقى يا ستي نمرتي. حلو، عشان نبقى نسهر وندردش. اه بالظبط، بس خلي بالك انا مش ساكنه لوحدي، يعني معايا في البيت بنت خالتي وهي برضو اسمها تحيه، فانت لما هتتصلي عليا هتقولي لهم. هقول لها انا عايزه تحيه التانيه. ايوه بالظبط بالظبط، برافو عليك. عندي ليكي خبر هيبسطك قوي. خير؟ الاستاذ اللي انا بشوفه طلب مني نخرج النهارده نسهر مع بعض قدام كل الناس عادي. الله الله. خلص شغل على مشروع مهم كان شغال عليه وعايز نحتفل سوا. جميل، هتسهروا فين ان شاء الله؟ في مكان بديع، الحجز فيه مش سهل خالص. انا حاسه انه هيفاجئني اللي لادي، هيقول لي مثلا انا عايزه اتجوزك. الله الله الله، انا فرحانه لك قوي قوي. طب يا توتو انا هروح اشتغل شويه وارجع لك تاني. ماشي ماشي حبيبتي. انا كان ممكن ما احكيلكيش على فكره. يا سلام، وكمان مش عايز تحكي لي؟ انا مطالبه بايه دلوقتي؟ ان انا لما تتصل بيا ارد عليها عادي ولا ثانيه واحده يا حبيبتي انا دي لك تحيه؟ يا حبيبتي هي اللي طلبت نمرتي واصرت جدا. اصرت كمان؟ ما هو طبيعي انها تصر، ما انتوا خلاص بقيتوا صحاب. انا بعمل كده عشان اعرف منها هما بيعملوا ايه وبيروحوا فين. ليه يا شيخ؟ اللي بتعمليه ده جنان، اسمه جنان. بس بقول لك ايه، انت لازم تستغلي اللي بيحصل ده لمصلحتك. اهو شفتي دليني بقى ازاي. لما واحده صاحبتك تقول لك الفستان اللي انت لابساه ده شكله وحش، دي مودي دمه تقيل، هتعملي ايه؟ هقول دي واحده قليله الذوق. ولو صاحبتك قوي وروحك فيها وبتثقي فيها هرميه من الشباك. ده اللي المفروض يحصل. عندك حق صح. هو انت عرفتي الخطه ايه عشان تقولي؟ امال ليه بتقولي عندك حق؟ عندك حق، انتي حالة ميؤوس منها.